المكان يظل غير مؤنس إذا لم يوجد فيه أهله. لدينا في حياتنا الكثير من العزيزين، بل الأعزاء على قلوبنا. إذا افتقدناهم نفتقد شيئا كثيرا. تفقدوا من حولكم الآن، ستجدون حولكم أناس، بل بشر، بل أكوام وأرتال من البشر، كلهم يمتلكون خصال وصفات حميدة. حافظوا على هذه العلاقة، أديموا العلاقة والود والمودة بيننا جميعا. نحتاج لبعض كثيرا. النموذج اللي كان عندي في شقة 10 هذا جزء لا يتجزأ من هؤلاء الشباب، جزاهم الله خير. أنا يعني خانقتني العبرة في هالختام، وأسأل الله أن يوفق. ما بعد قلنا شيء. أفا أيوة، سمعت إلى جارك. من هو؟ أول واحد عندك. شلون؟ ما أعد الجملة لو سمحت. ألو ألو، هاوش ألو ألو، نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال طال عمرك؟ الله يحييك. هلا ياسر. اي نعم طال عمرك. اي شو اسمه ابو مسفر ما دفع الايجار حق شقة 8؟ لا ابو مسفر ولا ابو مترك وبس، ولا حتى انت دفعت لي اي شيء يا ياسر. طال عمرك انت اللي المفروض تدفع لي. انا ادفع لك راتبك، لكن تدفع لي حقي نصيبي. ايش فيك انت؟ لكن لا تعصب طال عمرك، ابشرك بشرى. في زباين جدد للشقة 10. الله أكبر، فتح مبين، دخلهم علي. ما يدخلون، يبغونك في المكتب طال عمرك. أجيهم الحين زي الهواء. بسم الله، مع السلامة.